بعدين شو فيه؟ أمر الفصيله عايزك ضروري. ما قال لك بشو عايزني؟ لو بده يقول لي ما كان طلع. أكيد في شي مصيبة جديدة وما بقى في إلا الياس على الجبهة. ما تنغرب حالك، في كتير غيرك على الجبهة. بس مسيبة ما في غيري اسمه الياس على الجبهة. مغرور. خير، شو عنا جديد؟ هيدا الخريطة اللي بتحدد طريق البيت الموجود في رفينو أنطوان. وحددت وين موجود بالضبط؟ وصلتنا معلومات بتقول انه رفينا الأسين أنطوان موجود بالبيت القديم اللي بالوادي. بتقول المعلومات كمان انه رح ينقلوه لخلف خطوط القتال الليلي. يعني لازم تحرك بسرعة. كرمال هيك بعت عايزك الياس، لانه لازم تحرك بسرعة. وانا جاهز. ما عندي شك بجوازيتك، بدي منك تختار مجموعة صغيرة من فرقتنا وتتسللوا بالليل لتحرروا أنطوان قبل ما ينقلوه على الخطوط الخلفية، لأنه من بعدها ببطل فينا نحرره. حاضر. يس، أنا اخترتك لهالمهمة لأنه مآمن على قدرتك بتنفيذها. بدنا أنطوان يتحرر بإذن الله. بدنا إياك ترجع أنت والمجموعة بخير كمان. بحماية العذراء منروح منرجع بسلامة ومعنا أنطوان. العذراء ترفقكم. العملية الليلة. ما تخافي، الشباب معودين على هالنوع من العمليات والياس قضى. انه ما عم بفهم، ليه ما بدهم يكون معه بالمجموعة؟ ما بده هالقد، بحبك وبخاف عليك. الليلة ليلة عيد الحب، بدي يكون حده، ما حب يكون بعيدة عنه. نحن بحالة حرب يا نادين، وعملية تحرير أنطوان ضرورية، مش وقت عواطف. مش عزوقه، رح كون معه بعملية تحرير أنطوان. كيف؟ تسمعوا صوت الخربشة ورانا؟ أنا سمعته أكتر من مرة. معقول تكون خربشته بسينة؟ هيدي خربشة شي أكبر من بسينة. تخبوا ورا صخور لنشوف مين. اطلعوا شباب، ايه رفيق نادين؟ نادين؟ ايه رفيق نادين؟ رفيق نادين شو عم تعملي ورانا؟ أنا هابي فالنتاين حبيبي. نادين رجع على الموقع. تخاف حبيبي. رفيقة نادين رجع على الموقع. عم قلك رفيق الياس ما بسترجي ارجع لوحدي. رفيق الياس الوقت مش لصالحنا، لازم نمشي. ما هو حق، صار لازم نمشي. صقر واحد لنمر الليل، صقر واحد لنمر الليل. عم تسمعني؟ نمر الليل على السما. كيف وضع الملعب؟
الفريق بالملعب ورح تبلش المباراة. طاب ملعبكم سددوا على المرمى لما بيصفر الحكم. نحن ناطرين صفارة الحكم. الله ينصركم. شباب خذوا انطوان وسحبوا على الموقع، انا رح اجرب جرهم بالوادي تبع يعدون عنكم. انا رح اكون معك الياس. لا يا رفيق، وحده بتحرك اسرع وبيعدون عنكم اسرع. ما رح اتركك وحدك. نادين جاي مع الشباب على الموقع. الياس ما تخافي واصل وراكم. يلا تحركوا. الجو رايق على الاخر، ما عم نسمع صوت رصاص وما عم نحس باي تحرك. معقول اثروه او لا سمح الله؟ لازم نرجع على الوادي نفتش عليه. هلا ما بنقدر، بيكون مصابين اكثر من كمين، بالاخص من بعد عمليه تحرير انطوان بيكونوا فاقدين اعصابهم مستنفرين. اول ما تصير الدنيا الليل لازم نرجع ننزل، بلكي بنصاب ومتخبى بشي مغاره. ما بصدق انه يمكن يكون متصاب. ما بصدق. قولي الله يا نادين. الياس خلص رفقاته من مجزرة. الياس بطل والبطل ما بيخاف عليه. عمي هيدا البطل بسبع ترويح. يس يس. حبيبي لك رعبتنا عليك يا زلمه. خيفين عليك ما بقى اشوفك. خيفين علي او خيفين عايد الحب ما جاب لك هديه؟ مغرور وجاي ايدك فاضي. جايبها بيضة؟ صار لونها أحمر. هابي فالنتاين حياتي.